مرحب بكم كل مشاهدي الكرام، أهلا بكم في جزئنا الثاني النهاردة من حصاد اليوم، واللي خصصنا للحديث عن البروتوكول وعن المراسم. هذه المراسم التي تنظم، يا لها شكل تنظيمي في حاجات كتيرة أو فيما يخص بالتعاملات وما إلى ذلك، وده شق، ولكن هناك شق أكبر، وهو إن هو الالتزام بهذه المراسم والبروتوكولات، إنها بتعكس صورة الدولة أمام العالم. لو هناك رسالات معينة حابة الدولة إنها توجهها، حابة إنها أو أي تلميحات معينة، بتبقى عن طريق المراسم. المراسم دي اللي هي في اسمها العام أو اسمها المعروف أو اسمها الدقيق، هي ديوان كبير الأمناء، طبعا اللي هو المختص بالمراسم المدنية في رئاسة الجمهورية. مشاهدينا الكرام، تعاقبت يعني هذا الديوان، عمل مع كل رؤساء الجمهورية، عمل مع طبعا الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس أنور السادات، الرئيس محمد حسني مبارك، الرئيس محمد مرسي، وطبعا سابع رئيس إن شاء الله هيكون هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. ترى كيف ستكون المراسم؟ ما هي حكاية المراسم؟ كيف لنا أن نفهم تاريخ هذه المراسم والبروتوكولات؟ مشاهدي الكرام، اللي هيلقلنا الضوء بقى بتمعن، ويعني هيدينا فكرة كاملة عن كل هذا الملف، وهو الأستاذ طارق رمضان، أمين عام المراسم في رئاسة الجمهورية الأسبق في الفترة من سنة 1998 وحتى سنة 2008. يعني أيضا هو كمان له تاريخ في هذا المجال. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. المراسم والبروتوكولات بمعناها التاريخي، ازاي اتعملت، ازاي اتحفرت بشكلها العام، بشكلها اللي الناس او الهيئة او هذا المكان العريق بيلتزم بكل تفصيلة وبكل صغيرة وكبيرة فيه. هو بداية بس الاسم طارق عبد العزيز، يعني ما فيش طيب رمضان؟ لا ما فيش رمضان، خلاص كل سنة طيبة. حضرتك طيب، أنا أسفة، دي أول غلطة في المراسم. دي بالظبط كده. هو طبعا يعني هو المراسم ليها تاريخ. نعم. في مصر هي بدأت طبعا من الفراعنة، ويعني الجدران في المعابد تحكي إن إزاي كانوا بينظموا الدخول على الفرعون، لكن في اللغة الحديثة أو في العصر الحديث بدأت مع تولي محمد علي مقاليد الحكم في 1805. هو بدأ إن هو يعمل جهاز للحكومة والتنظيمي، يعني جهاز إداري للحكومة، فبدأ إن هو يعمل حاجة اسمها الديوان العالي. وهو ديوان عالي لأن كانت الحكم كان في القلعة، كان في منطقة عالية، وهو كان أعلى ديوان. نعم. فكان اسمه الديوان العالي. بدأ بعد كده المرحلة الخديوية في عهد خديوي سعيد وخديوي توفيق، بقى اسمها الديوان الخديوي، إلى أن جه الملك فؤاد الملك فاروق، بقى أصبح عندنا ديوان البلاط الملكي. بعد كده في مرحلة 1952، يعني الفترة اللي هي اللي فيها الضباط الأحرار، ما كانش يعتبر قوي إن في ديوان، ولكن كان يعني يعتبر بيشكلوا دولة جديدة، إلى أن تولى زعيم جمال عبد الناصر. نعم. فأصبح أنه هو عاوز يعمل زي جهاز معلوماتي، فبدأ أنه هو يوكل الموضوع دون لسيد سامي شرف، وبدأ أنه هو ياخد شكل تنظيمي، إلى أن أصبح الاسم ديوان رئيس الجمهورية. نعم. ديوان رئيس الجمهورية هو يعني المؤسسة، مؤسسة الرئاسة الإدارية أو المؤسسة الإدارية للرئاسة، فيها ديوان وهو ديوان كبير الأمناء. ديوان كبير الأمناء هو المختص بالمراسم المدنية وكل اتصال بكل ما هو مدني بالجهات المدنية. وفي ديوان اسمه ديوان كبير اليوران. ديوان كبير اليوران هو مختص بكل ما هو مراسم عسكرية واتصال بكل الأفرع القوات المسلحة اللي اتصل به الرئاسة. طبعا كشكل بروتوكول في الرئاسة، واحنا داخلين على يعني إن شاء الله حفل تنصيب الرئيس الجديد، طبعا يمكن ناخد خلفية بسيطة عن
تعاقب الرؤساء وتعاملهم مع البروتوكول. نعم نعم طبعا هو يمكن نقدر نقول من اول زعيم جمال عبد الناصر والحقبه بتاع زعيم جمال عبد الناصر. هو في رؤساء احنا لسه او لم يتبين سلوكهم مع المراسل زي يعني محمد نجيب مثلا. لا الفتره ما انا اقول سيادتك الفتره بتاعت الرئيس محمد نجيب نعم هي لم تسقط، ولكن هي في الفتره دي ما كانش فيه يعني ما يستوجب وجود مراسم أو لعدم وجود شكل لدولة. نعم صحيح نعم. فلكن هي بدأت مع تولي رئيس جمال عبد الناصر نعم. وإن بدأ إن يبقى في علاقات دولية وتوطيده للعلاقات وبيان صورة مصر دوليا، حضور مؤتمرات، استقباله لضيوف واستقباله لزائرين من جميع أنحاء العالم. الحقيقة الفترة دي شهدت برضو نوع من الالتزام في المراسم، لأن برضو بيؤثر على الموضوع ده خلفية الرئيس. خلفية الرئيس جمال عبد الناصر كعسكرية ملتزم، عنده ناحية انضباطية عالية جدا، فبتساعد بطريق إيجابية يعني في التعامل مع قواعد البروتوكول الملزمة والملتزمة. نعم. طبعا بعديها فترة الرئيس أنور السادات، وكانت يعني من الفترات اللامعة، لأن الرئيس أنور السادات كان بيهتم جدا بالبروتوكول، وكان يعني الأناقة يعني يحب جدا الناحية دي. بعد كده فترة الرئيس حسني مبارك. نعم. في هنا عندنا صورة أستاذ طارق، يعني الرئيس جمال عبد الناصر، وفي مين هي الصورة دي؟ والفنان عبد الحليم حافظ. الصورة دي أنا يمكن تعليقي عليها في كيفية المصافحة. يعني إن الرئيس جمال عبد الناصر يمكن الحقبة بتاعته زي ما قلنا حضرتك إنها كانت حقبة ملتزمة، وهو كان رئيس ملتزم. طبعا احنا بنتكلم على يعني الفنان عبد الحليم حافظ، وهو يعني اقدر اقول انه كان الفتى المدلل برضه يعني للثوره يعني كصوت الثوره والى اخره. ولكن هنا هيبه رئيس الجمهوريه واتباعه للبروتوكول ان هو بيصافحه، فلما بيصافحه عامل مسافه بينيه ما بينه وموقف ايده. يعني طبعا هو المفروض ان جمال ان عبد الحليم حافظ ممكن ان هو من الحميميه اللي تربطه معاه ان هو يعني يقترب جدا من الرئيس وممكن يحصل عناق مثلا يعانقه. نعم. فهو هنا رئيس جمال عبد الناصر عامل حاجتين، ان هو بيسلم عليه وموقف ايده، فبالتالي عبد الحليم حافظ من الحميميه ضاغط على ايده، لكن نظره رئيس جمال عبد الناصر مع الابتسامة وصلت لي إن في حميمية، أنا حاسس بشعورك ناحيتي. لكن هيبة رئيس الجمهورية تفرض إن عدم العناق صح، يعني المفروض إن هنا. فهو رئيس جمال عبد الناصر كان بيحب طبعا، وهو يعني الزعامة والكاريزما، فكان محافظ عليها جدا علشان لا تؤول بعد كده ان في شيء ما بينه وبين عبد الحليم حافظ، والتاريخ بيسجل طبعا الحاجات صحيح. دي كلها. استاذ طارق، هنا في حاجه مهمه قوي، يعني على الرغم من ان يعني الزعيم جمال عبد الناصر كان ملتزما، لكنه ابدا محدش قال عليه انه متكبر، محدش قال عليه انه متعالي أبدا. لكن هذه الشبهه كانت بتدور الى حد ما، طبعا مش بصوره كبيره، حول يعني انور السادات او زعيم انور السادات او الرئيس انور السادات، مع ان الاثنين بيتعاملوا بمراسم واحده، لكن هل كل واحد له جزئيه معينه في تقبل المراسم شخصيا؟ خلفيه الرئيس وسمات الرئيس بتاثر تاثير يعني عالي جدا على الصوره اللي بيطلع فيها الرئيس قدام الناس. بمعنى ايه؟ ان الرئيس لما بيطلع يعني او بيظهر قدام الناس، هو في الاول وفي الاخر مش بيمثل نفسه بقدر ما هو بيمثل بلد، صوره دوله. برضو احنا لازم نلتمس العذر لحته معينه، ان برضو الرئيس بشر، فبتتدخل عوامل كتيره جدا. يعني لما يبقى فيه جمهور كتير بيبقى قد يكون هو بيدي ايحاء معين، بيحاول اللي هو عن طريق لغه الجسد بيوصل رسائل. اللي كان يجيد الموضوع ده جدا الرئيس انور السادات.
لانه حتى يعني كان الرئيس انور السادات كان في احدى يعني المقالات او يعني يمكن كتاب البحث عن الذات انه قال ان انا كنت بحب التمثيل. فيمكن حبيت ان انا او يعني لقيت ان في بستخدم بعض من لغه الجسد او يعني نقل الصوره دي الانطباعات دي. وهو كان بيجيد اللغه العربيه وكان صوته رخيم، فكان يعني اداء مسرحي عالي جدا. الحاجات دي بتؤثر تاثير جامد جدا على توصيل الرساله. ودي طبعا كان ليها اثر في اتفاقيات كامب ديفيد والمباحثات وكلامه مع الروس وكلامه مع استاذ طارق. التزامه بهذه البروتوكولات وبهذا الشكل النمطي والمقولب جدا من هذه المراسم سهل عليه الطريق في أنه يوصل لهدفه، زي حضرتك ما قلت في اتفاقيات كامب ديفيد والحاجات دي كلها، سهل عليه الطريق والوصول للهدف طبعاً المنشود اللي هو طبعاً. لغة الجسد ده علم، وعلم بيدرس للرؤساء، ويمكن الاثنين اللي بيتميزوا جدا بموضوع لغة الجسد المقروءة. يعني في لغة جسد مش مقروءة، لغة الجسد مقروءة، نلاقي الرؤساء الأمريكان ورؤساء الروس. يعني لو حد يعني بدأ ان هو يشوف او يحلل بقى بعد يمكن كلامنا ده ونبدأ نلفت نظر للموضوع ده، يعني تحركات وطريقة سير وطريقة جلوس الرئيس الأمريكي من أول يعني طبعا نيكسون وإحنا طالعين، لكن إحنا بنتكلم إنها ظهرت أكتر في بوش الأب، وبعدين بدأت في كلينتون، وبعدين بدأت في بوش الابن، ويعني أوباما. فنيجي برضو على الناحية التانية نلاقي إن أبرعهم في لغة الجسد في الموضوع ده بوتين. يعني ميدفيديف ما كانش برضه بيستخدم لغة الجسد قوي، لكن بوتين يجيد لغة الجسد لأنه رئيس مرتين. خبرة يعني؟ خبرة. نعم. يعني طبعا الرئيس لما بيكون مر بمرحلة قبلية قبل التولي بيبقى في نوع من التدريب، بنوع من انه بيذاكر، بيبقى فتنس، الفتنس العقل، فتنس التفكير، فتنس الحركة، الحاجات دي مهمة. يعني مثلا هنا حضرتك احنا دي صورة بوش وانجيلا ميركل. يعني مثلا هنا حضرتك ان 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 يعني من الاخطاء اللي بيقع فيها الرؤساء ان هو المفروض طبعا بيحافظ على صورته في الاول وفي الاخر، لان دي هو مش بيمثل نفسه بقدر ما بيمثل دولة. وبالتالي ضيفه هو مش بيمثل نفسه برضه، هو بيمثل دولة اخرى. فاحنا هنا قصاد نوع من يعني كسر قواعد البروتوكول والاستهانة نوعا بهذه القواعد الملزمة. يعني هنا هو بيداعب المستشارة الألمانية بأي شكل من الأشكال، حتى لو نقول فترة استراحة، حتى لو فترة استراحة، لكن في مصورين بيتصيدوا الأخطاء. يعني في مصورين مهمتهم فقط تصيد الأخطاء. يعني هو جاي مش علشان يصور مؤتمر او مش علشان يصور حدث، لا هو يعني جاي فقط علشان يشوف الحركات والسكنات بتاعت كل رئيس. هو هيعمل بقى بيها بعد كده شغل، لكن في نفس الوقت احنا نقدر نقول ان التاريخ بيسجل الحاجات دي. يعني اي صوره يعني صوره جمال عبد الناصر، يعني شوف حضرتك بقى لها قد ايه، لكن حتى دلوقتي احنا بنعلق عليها. الصوره دي هتفضل، وحنقول يعني ممكن الناس تفسرها بايه؟ دول يعتبروا دولتين. نقرا شخصيه الرئيس او ناخد انطباع عن دوله كبيره زي امريكا او روسيا، ممكن ناخد انطباع عن مدى تحركها في منطقه او في العالم، او مدى تاثيرها مثلا على مجريات الاحداث من خلال هذه الصور اللي ملتقطه بطريق غير مباشر. يعني ممكن اكيد يعني كان في صوره اللي هي لما المستشارة الألمانية راحت في زيارة لروسيا، والرئيس الروسي يعني دخل كلب. يمكن هي مش موجودة الحقيقة، مش موجودة. ولكن يعني تعليقا على دي، هي ده نوع من التلاعب بالأعصاب ورسائل بتوصل. لأن هو لما هيك يعني يمكن قد يكون في عرف الرؤساء دول العالم الغربي مثلا ان بيبقى عندهم حيوانات اليفه في بيقتنوها،
فلو نلاحظ ان دايما الروس يقتنوا الكلاب حراسة، نبص نلاقي امريكا الرؤساء يقتنوا كلاب أليفة. طب هنا بقى يعني زي بقى. هو هنا الروس طبعا من ايام الاتحاد السوفيتي وهم بيبصوا العالم ان احنا يعني نهيمن ونهيم بقوة. هم عندهم الأسلوب بتاعهم إن هو الدب الروسي، الكلاب الحراسة، الحاجات اللي هي الضخمة الشرسة. لكن على الجانب الآخر الرؤساء الأمريكان بيحبوا إن هم يوصلوا دايما أو بيرسلوا رسائل للشعب بتاعهم إن إحنا قريبين، إن إحنا عندنا حيوانات أليفة، إن إحنا ودودين. نعم. فطبعا يعني برضو بتختلف الرسائل في واستخدام اللغه الجسد. نعم. الصوره دي حضرتك يعني برضو دي كسر لقواعد البروتوكول، ما فيش شك. ان يعني هنا كما دي لو كان مثلا انه دي كسر لاي قواعد يا فندم. لا هي يعني طبعا هي ما بقول لحضرتك ان هم دول كانهم يعني هم دول بيمثلوا ثلاث دول. نعم. فثلاث دول في نظر الشعوب ثلاث دول قوية، فأنا لازم أحافظ كرئيس على كل حركة ليا حتى لو قاعد في استراحة. يعني ما شفناش أبدا. بمناسبة الحفاظ على الكيان الدولي، أنا ليا، أنا مصر ليا كيان وليا ليا وضع طبعا. حضرتك يعني أنت يعني بعيد إلى حد ما، أو أنت من سنة 2008 ولم تمارس هذا العمل، ولكن بتراقب، بتبقى قاعد مراقب. أكيد طبعا. شفت المراسم والبروتوكولات في عصر دكتور محمد مرسي. كتير قوي من قال ان هناك خروقات كتيره جدا. احنا شفنا حاجات كتير، يمكن مش يعني ما احناش متعمقين قوي في هذا الموضوع، ولكن احنا لاحظنا ان مثلا يبقى قاعد مع ميركل المستشاره الالمانيه، طول ما هو قاعد يبص في الساعه لدرجه ان هي انزعجت ووضح هذا. هو ده كان في اثناء خطاب يعني مثلا. يعني حاجات كتيره قوي يتقدمها هو في الخطوات. هل ده كان مقصود يا فندم، ولا ده كان عن حسن نيه ولانه ما كانش لسه بقى يعني مخضرم في هذا الموضوع؟ وحضرتك بدا انطباعك عن رؤيه الناس عن مصر في الفتره دي؟ هو ما فيش شك ان طبعا ان زي ما قلنا هيك ان رئيس الجمهوريه يعني لا يمثل نفسه، ولكن هو بيمثل دوله بكيانها الكامل ويمثل هيبتها قدام دول العالم. فطبعا لازم يعرف انه مراقب، ان كل حركه وسكنه تعد عليه. طبعا هي ما فيش شك ان دي بتشكل له عبء نفسي. خلفيه الرئيس بتتدخل في النقطه دي، بمعنى ان يمكن قلنا حاجه ان كل الرؤساء اللي جم يعني كلهم عسكريين، فالناحيه الانضباطيه وناحيه الالتزام وناحيه الدقه والمحافظه على التفاصيل ومناقشة التفاصيل بتتدخل في كيانهم. يعني الصورة دي يعني اللي احنا مثلا بنعلق عليها اللي هي صورة رئيس محمد مرسي. يعني هنا نظراتها بتتكلم يا فندم. طبعا ما فيش شك. يعني بتقول ايه؟ يعني هو طبعا انت يعني كأنك لا تعبني انتباها ولا تحترم وجودي. بس انا يعني برضو انا هعلق على نقطة، يعني حضرتك يعني نقطة ان سيادتك اشرت الى ان قد يكون ان هناك من المحيطين بالرئيس قد يكون تقصير ما او توجيه ما خطا لي. نستشعر ذلك. لا هو انا يعني اجزم ويعني يمكن اقولها بشيء من الحسم ان لم يقصر احد من امناء الرئاسه او المراسم او العاملين في الرئاسه مع الرئيس محمد مرسي تماما. ويعني انا بقولها ان نرفع الحرج عنهم تماما في الموضوع ده، لان يعني هم اولا هم اشتغلوا مع الرئيس حسني مبارك، وهم نفس الناس اللي اشتغلت مع الرئيس محمد مرسي. احنا توقعنا ان هم اتغيروا لا تماما. وهم اللي اشتغلوا مع الرئيس عدل منصور، وهم اللي هيشتغلوا مع ان شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. المراسم ليها مهمه الحفاظ على صوره الرئيس، اللي هو بالتالي حفاظ على صورة الدولة. هم لا يعيروا انتباها
لكيفية أداء الرئيس لمهمته. يعني هم ما لهمش دعوة بأداء الرئيس في مهمته الرئاسية، لكن هم مهمتهم الحفاظ على صورة الرئيس في تواجده أثناء تواجده في المناسبة نفسها. يعني ترتيب المكان، تجهيزه، تأمينه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، استقبال الضيوف، وضعهم في أسبقية بروتوكولية تضمن لكل إنسان الشعور بذاته، طريق الدخول للرئيس، جلوسه، إذا كان في استقبال في مطار أو استقبال رسمي في قصر الرئاسة. يعني هم بأي شكل، تنظيم مؤتمر صحفي، أي نعم. لكن أنا بقول حاجة، أنا بقول إن هو في هي منظومة تتكون من ثلاثة: الرئيس والفريق المعاون والمراسم. الفريق المعاون اللي هو في النص ده مش هو المراسم، يعني في فريق معاون آخر، يعني اللي هو معاون للرئيس، ده اللي بيختارهم الرئيس بنفسه، اللي هي قد يكون القريبين منه بقى. نعم. فيعني اللي هو بيتقال عليهم أهل الثقة من أعوان الرئيس. يعني ده يعني في مثلا بيبقى في سكرتير، بيبقى في مدير مكتب، بيبقى فالفترة دي كان في يعني نقدر نقول إن اختيار لفريق رئاسي. نعم. بشكل معين. طبعا هم المعظم اللي جايين، أو يعني نقول كلهم جايين على خلفيات مدنية، قد تكون في خلفيات طبعا دينية، ففيها نوع من التواضع والتبسط فالبروتوكول فيه نوع من الالتزام قوي. الحقيقة المجموعة المراسم أدت واجبها في النقطة دي في توصيل الرسالة، وهي ظهور الرئيس بالشكل. لكن قد يكون إن ممكن الرئيس لا يقبل، أو يعني لا يقدرش، مش عارف يتعامل مع الموقف. يعني نتيجة شخصية، جزء خاص جدا بالرئيس وشخصية الرئيس، في إنه هو هيطلع الصورة بقى بتاعته اللي كان بيختلف فيها عبد الناصر عن السادات، اللي اختلف فيها أيضا كمان مبارك عن الثلاثة دول. يعني الرئيس مبارك التيمة الشخصية بتاعت كل رئيس. الرئيس بقى مبارك كان يحترم البروتوكول والمراسم قد تصل إلى نسبة يعني 90%. أولا لأنه هو جاي على خلفية عسكرية. نعم. قعد 6 سنين نائب رئيس. فدرب لما دخل، برضو داخل نقدر نقول إن هو يعلم كيفية يعني التعامل. لكن ده لا يمنع إن ممكن الرئيس يكسر يعني ما يعني ما يقترح المراسم، ما تقترح المراسم. قد يكون هو ليه وجهة نظر في إنه عاوز ينفذ الخطوة دي أو ينفذ الحدث ده برؤيته هو. هنا بتدخل حرفية ومهنية المراسم، إنها بتكيف الوضع على ما يريد الرئيس. يعني احنا في يعني في نقطة يقدر يتدخل فيها المراسم، لكن ممكن تتعدى النقطة دي انه هيبتعد عن الرئيس فما يقدرش يتدخل معاه، فهيبقى بعيد عنه شوية. طيب أستاذ طارق، يعني كلام حضرتك طبعا هو مفهوم قوي، ولكن في نوع من أنواع التحفظ الشديد. يعني حضرتك بتكلم دلوقتي متحفظ جدا في نقاط مهمة قوي، ويمكن ده اللي خلى حضرتك ما تقولش برضو التقييم يعني لهذا الأداء. حضرتك بتقول قيمت بس فريق عمل المراسم ان هم عملوا عملهم على اكمل وجه، ولكن تتبقى جمله يمكن حضرتك اشرت اليها في اول الكلام، قلت ان الرئيس لابد ان يتعامل على انه دوله وليس شخص. طبعا. الخطا والفخ اللي وقع فيه محمد مرسي، انا بشيل يعني هل يجوز لي ان انا اشيل كل انا هتكلم عن اشخاص، فانا يعني بشيل الدكتور ورئيس وزعيم وما الى ذلك، هنتكلم عن اشخاص. الخطا اللي وقع فيه بس هو يعني ماشي برضه، يعني في نقطه احب اوضحها. هو يعني هذا تاريخ مصر جزء تاريخ. نعم. يعني مش هنقدر احنا نشيله. يعني كل واحد ما خلاص، ولكن في وقت من الاوقات منح لقب رئيس. نعم.
يعني برضو احنا عاوزين نقطة نرسيها، يمكن يعني يمكن يكون البرنامج ده نقطة يعني انطلاقة في الموضوع ده، إن شاء الله. ان يمكن انا بأنادي ان احنا نبدأ صفحة جديدة في حاجات يعني ان شاء الله داخلين على فترة جديدة، رئيس يعني محترم الناس بتحبه، الناس مصر شايفة أمل فيها جديد، امتداد قد يكون في يعني في عيون مصريين كتير اللي يقارنوه بالزعيم جمال عبد الناصر. طيب أنا فهمت قصد حضرتك، طبعا طبعا، وأنا يعني أؤيد حضرتك في ذلك. يعني احنا هم طبعا كلهم لما رؤساء وكلهم جلسوا على هذا الكرسي رئيس اللي بيمثل في مصر بالزبط. خلينا نطوي هذه الصفحة، صفحة الماضي، وننظر للصفحة المستقبلية ونشوف مصر بعيون المراسم. الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنا يجوز لنا نحن نقول رئيس لأن خلاص حلف طبعا. اليمين خلاص هيبقى يوم الحد رسميا، هرجع تاني أحط الألقاب. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما سافر لبوتين وقعد قدامه وهو لم يكن رئيس ولكنه قعد بالتوازي أمام الرئيس بوتين، كيف يفسر ذلك يا فندم؟ لا هو اقول لك، احنا الزائر ما بيحددش مكان جلوسه، الضيف هو اللي بيحدد مكان جلوس المضيف. يعني بوتين هو اللي حط الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو وزير دفاع في هذا المكان. هنا في رساله، الرساله دي ان انا بحترمك، ان انا بحترم الشعب المصري، ان هيبقى ما بيننا يعني علاقات طيبة، ان اقدر ما فعلته. كل فترة بيظهر شخص زيك. طبعا الحاجات دي رسائل يعني مش غريبة ابدا على موقف الروسي. الموقف الروسي تجاه مصر في التاريخ كله بتعرف ليها عين، بتعرف تقيم الزعيم. فهي الحقيقة يعني كان الموقف دون كان موقف الند. طب هل لنا ان احنا نقدر ان احنا نشوف هذا الموقف الروسي من خلال ثلاث رؤساء مثلا، او خلينا نتكلم عن رئيسين لو حضرتك حابب نقلصهم، يعني الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس انور السادات، الموقف الروسي كان بيتعامل ازاي مع الشخصيتين دول، ونشوف بقى مقارنه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وما في شك ان فتره الرئيس جمال عبد الناصر كانت يعني مع الرئيس خرشوف كانت يعني نقول عصر الذهبي للعلاقات، ووقوف ودعم الاتحاد السوفيتي لبناء السد العالي والمشاريع وبعد كده الخبراء الروس، ويعني التعاون المصري الروسي في الفتره دي كان تقدير لشخصيه الرئيس جمال عبد الناصر. طبعا كان ما فيش شك ان ما حدش بيقدم على الخطوه دي الا ما بيكون يعني يريد ان يرسل رساله للاخر. الرساله الاخر هي امريكا. يعني ده طبيعي. فأنا وقوفي مع مصر في بناء السد العالي بعد أن سحبكوا للتمويل، وده في فترة الرئيس جمال عبد الناصر. في فترة الرئيس السادات كان في نوع من الشد والجذب في العلاقات، لكن كانت علاقات محترمة، كانت علاقات تقدر برضو شخصية الرئيس السادات لأنهم كانوا يعرفوا من هو رئيس السادات. يعني كان برضو نائب رئيس وكان معاصر للعلاقات، لكن يعني نقدر نقول انها بدأت تفتر شوية مع علاقته مع علي صبري، يعني الفترة اللي هي محاولته ان هو يعني التخلص من الحرس القديم. يعني لو احنا بقى جينا عدينا الفترات البينية، ومع يعني انا اقدر اقول ان برضه كانت نقدر نقول كانت يعني متفاوته في عهد الرئيس حسني مبارك، في عهد الرئيس محمد مرسي، لكن انا ان شاء الله انا اتخيل بقى انها في فتره الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هترجع كسابق عهدها، لان الرساله اولا وصلت في الزياره اللي كان راحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاه
النبيل فهمي الوزير نبيل فهمي. نعم. يعني ادي هنا مثلا حضرتك الصوره، ويعني برضه هنا في نقطه ممكن حد يتكلم عليها، ان السويتر اللي ملبوس مثلا واتكلموا عنها كتير اتكلموا. نعم. لكن انا بقول لحضرتك ان السويتر دون يعني ما حدش ابدا يقدر يقول ان النظيف يعني يعني الضيف متاسف الضيف يرفض هديه الضيف، ما ينفعش المضيف يعني انا بوتين اداله الحاجه دي ما يقدرش انه يرفضها، لكن لبس الضيف لحاجه دي تقديرا للهديه وبرضه رساله. بس دي حتى كمان احنا بينا في الشكل الاجتماعي العادي لما حد بيدي لحد هديه بيلبسها قدامه على طول. بس انا بدي في نقطه بقى عاوز برضه ان احنا نلفت النظر ليها. اي حاجه عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حلف اليمين ما لا تحسب عليه. يعني عاوزين برضه ان احنا دي نفرقها كويس قوي. دي نقطه مهمه طبعا، ان نبدا نقول بروتوكوليا ونبدا نقول بعد ما يدخل القصر يا سيدي. نعم نعم. لكن ما قبل هو كان مرشح. طب استاذ، هل نتوقع بعد كده ان احنا نشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر تحفظا في الفتره اللي جايه عما كان وزيرا للدفاع او عما كان مرشح لرئاسه الجمهوريه، ولا هو برضه بيفضل محتفظ هو كشخصيه لان هو ابن المؤسسه العسكريه وايضا كمان شخصيه مخابراتيه ويدرك تماما معنى البادي لانجوج؟ هو عارف ده كويس قوي. هل هو طول عمره يعني من اول ما شفناه بيظهر امام الشاشات وامام الكاميرات متحفظ وبيراعي قوي التفاصيل البروتوكوليه دي هو على فكره هو تحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي تحفظ الخبير. يعني مش متحفظ تحفظ اللي هو يعني الغموض مع الغموض او اللي هو يعني لا يستطيع الرد. لا، هو يزن الكلمه اللي تصدر منه. يعني لما كان دايما يسال في اي حوار كان يسكت شويه. على فكره السكوت اذا كان بقى هو متبعها على خلفيه بروتوكوليه او على خلفيه اتيكيت او على خلفيه، لكن ده صحيح. يعني دايما يقال ان لما يبقى في حوار الشخص يستنى ثانيتين ما يردش على طول، لان دي بتتيح له الفرصه للتفكير للهدوء النفسي لاخذ النفس. لكن انا هسال حضرتك دلوقتي استاذ طارق، ومش هستنى حضرتك تستنى ثانيتين، متفائل ولا لا في الفتره المقبله يعني سريعا؟ انا مش عايزه ثانيتين. جدا جدا جدا، انا مش محتاجه مش محتاجه ان احنا نقول. يعني ان شاء الله احنا متفائلين، مصر داخله على ان شاء الله. حضرتك حسستنا يا فندم ان لابد للشعب المصري كله ان يتعلم مراسم وانه يبحر في التعرف اكتر واكتر عن هذا المجال، ولا هو مش محتاجين هي توصل لنا؟ هي معموله عشان احنا لا بالعكس، احنا محتاجين ان احنا نعلي من ثقافه السلوك الراقي، ومحتاجين كمان ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع تصرفات رئيس الجمهوريه عشان نقدر ان احنا نحكم عليها بالطريقة الصحيحة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق عبد العزيز أمين عام المراسم في رئاسة الجمهورية الأسبق. شكرا يا فندم لحضرتك، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله هنتكلم عن مراسم أخرى كثيرة بإذن الله.